بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. انتشرت في الفترة الأخيرة كتب كتير جدا ومحاضرات وكورسات كاملة عن السعادة الزوجية وأسرارها، وهو مين مش بيتمنى يعيش حياة سعيدة مع شريكه؟ في حين إن لو جبت كتاب وقريته كتاب واحد بس من الكتب دي أو حضرت جزء من محاضرة، هتلاقي إن الكلام ده هو مجرد تطبيق عملي لكل تفاصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في معاملاته لكل زوجة من زوجاته. علم السعادة الزوجية بيتاخد في الأساس من السيرة النبوية الشريفة اللي ما سابش أي تفصيلة من تفاصيل العلاقة بين الزوجين إلا وكان ليها تطبيق أو قصة أو موقف أو حتى إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ليها. كل المواقف والمشاعر غيرة الست يتعامل الزوج معها إزاي؟ في موقف السيدة عائشة لما كسرت طبق بعتته لبيتها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابة وقال بمنتهى الهدوء: غارت أمكم. تعامل إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف ده؟ الحب والرومانسية اللي بسبب عدم وجودهم بين الزوجين بقت النهاردة بيوتنا فيها برود وجفاء لأنهم مش عارفين يعبروا عن الحب إزاي. هل الرومانسية ممكن تتعارض مع الرجولة زي ما ناس كتير جدا بيقولوا؟ طب تقول إيه بقى في رومانسية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيدور على المكان اللي شربت منه السيدة عائشة اللبن عشان يشرب من نفس المكان؟ وهو بيجاوب بكل ثقة للصحابي عمرو بن العاص لما سأله: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. في الحقيقة لما تعيش في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته هتحس إنك بتتفرج على فيلم بتتمنى إنه ما يخلص، لأنه بيدي قلبنا إحساس بالأمان والدفى عشان ماشي مع القوانين والفطرة ومتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. دروس كتير قوي لو اتعلمناها وطبقناها في بيوتنا هنبقى عايشين في حاجة تانية خالص. بيوتنا هتكون كلها سعادة مع زوجتنا وهتكون كلها مودة ورحمة، ويمكن ده اللي هيزيد في السعادة جوه بيوتنا. خلونا نتعلم النهاردة ونتعرف أكتر عن تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وإزاي كان بيتعامل معاهم مع الشيخ أحمد الطلحي، وأكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. مين هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجات النبي السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة سودة بنت زمعة، السيدة عائشة بنت أبي بكر، السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، السيدة زينب بنت خزيمة، السيدة أم سلمة، السيدة زينب بنت جحش، السيدة جوارية بنت الحارث، السيدة ماريا القبطية، السيدة أم حبيبة، السيدة صفية بنت حيي، السيدة ميمونة بنت الحارث. علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجاته والمواقف الكتير جدا اللي نقدر نتعلم منها حاجات كتير قوي هي هتكون سبب السعادة داخل بيوتنا، ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله النهاردة مع الشيخ أحمد الطلحي، وأكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك ومنورنا في بكرة أحلى. الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم، متعكم بالصحة والعافية ومبارك عليكم البرنامج. أمين يا رب، أمين يا رب. خلينا قبل ما نبدأ في المواقف ونتكلم عن تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي على كل نعمة وأفضل النعماء، قولي لك الحمد، الحمد لله. الحبيب الأعظم والرسول الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سيرته ومسيرته محطات متعددة وحكم كثيرة جدا قد تظهر للعيان وقد تكون حكمة ربانية أرادها الحق سبحانه وتعالى، وعندها نقف ونقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصيات، كما أن له صلاة يصليها في كل يوم وليلة مخصوص بها هو ليست للأمة أبدا، ولا يحق لأحد أنه يفعل مثل ذلك لأنها خصوصية للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تبقى خاصة بالجناب النبوي. كذلك في زواجه صلوات ربي وسلامه عليه لها خاصية إلهية، لكن يعني في حاجات كده ما ينفعش نسأل هي وقف على الحبيب عليها، هي لا ليست يعني لا نسأل، لا نسأل، لكن هنا يتهرب البعض من الإجابة، نحن لا نتهرب من الإجابة ولكننا نثبت للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم خصوصية ثم بعد ذلك نجيب. نثبت المرحلة الأولى الخصوصية للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نجيب. معرفة حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
في مثل هذه الجزئيات نحتاج ليست حلقة ولا حلقتين ولا برنامج طبعًا. ولا برنامجين في طبعًا. كتاب المفترض من كل محب لرسول الله أن يقتني مثل هذه الكتب، وأنه يطلع على هذا الكتاب ويتصفح هذا الكتاب، ستتغير معالم الحياة الكونية لهذا الإنسان المطلع على هذا الكتاب. تتغير فكرته وفهمه وعلاقته بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه تجربة الفقير، يعني الفقير، لا زلت فقيرا وكنت ولا زلت صغير في طلب العلم، إلا أني جزاه الله عنا خير مشايخنا لما علمونا ودلونا على هذا الكتاب، والصحبة الصالحة أيضا أرشدونا إلى هذا الكتاب، فلما اطلعنا وقرأنا في هذا الكتاب رأينا هذه الخصوصيات، وهو كتاب الشفاء بتعريف حقوق النبي المصطفى. كتاب الشفاء بتعريف حقوق النبي المصطفى للقاضي عياض، كتاب متوفر في كل المكاتب وبإمكان الإنسان أن يقتني من أي مكتبة، لكن فيه طيات، في طيات هذا الكتاب الأسرار والأنوار والبركات والخيرات الكثيرة، فتجد فيها هذه الخصوصيات، خصوصية الصلاة التي كان يصليها، خصوصية الزواج الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتزوج، ولما تزوج، والبعض يسأل طيب تزوج حبا في النساء لأنه يحب النساء كثيرا. هنا نقول قف دقيقة برهة من الوقت، نتعرف على الجناب النبوي فيما ذكره الشفاء، القاضي عياض في الشفاء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزواج لتزوج في سن مبكرة. صحيح. أولا سيدنا صلى الله عليه وسلم عاش 63 عام. نقول 63 عام ولا نقول 63 سنة؟ لما؟ لأن السنة فيها من الضنك والتعب والهم، ويعني كما في سورة سيدنا يوسف 7 سنين دأبة ثم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. فالسبع الـ 63 عام التي عاش الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 25، في الوقت الذين كانوا العرب يتزوجون قبل ذلك بكثير. فلو كان هو يحب الزواج في نبوته صلى الله عليه وسلم أو بعد البعثة لتزوج فترة مبكرة، إلا أنه تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها في سن 25 عام، وبقي مع السيدة خديجة 25 عام، وكانت أكبر منه، تكبره هي 40 عام وهو 25، فعاش معها 25 عام، يعني ربع قرن بالتمام. فلما عاش هذه الفترة 50 عام، سيدنا النبي عمره 50 عام، لما انتقلت إلى الرفيق الأعلى تزوج بعد ذلك، فكم المدة التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقية أمهات المؤمنين؟ هي كل 13 عاما. اتصور يعني بمعلوماتي البسيطه انه الحكمه من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكون عشان احنا نقدر نتعلم مواقف كتير، لانه لكل زوجه من زوجات النبي كان في موقف معين وقصه معينه لزواجه منها، وكانت السيده سوده هي يعني كانت ارمله وكانت سيف وتزوج الرسول واختارها قبل السيدة عائشة. أنا طبعا أشرف بالمقابلة معك لأول مرة، ولكن لربما أننا يعني لا بد أن تكون في كيمياء بيننا. الفقير لا أخذ الطريق الدائري، أخذ صلاح سالم مباشرة. تمام، وده أحسن طريق، صلاح سالم أسهل. ماذا تحبون؟ تحبون الجواب المباشر أم أننا نشرح للناس حتى الناس تصلهم هذه المعلومة؟ لأن الجناب النبوي له خصوصيات كثيرة. اليوم الناس يتكلمون في قضية زواج الحبيب وتعدد الزوجات، ما الحكمة من ذلك؟ لو قلنا أن هي دروس يقول لك طيب ممكن كان يعطي دروس بأمر آخر، لكن لا بد لنا. لا، على فكرة أنا بقول أتصور برؤيتي أنا. اللي حضرتك هتقول لي عليها صح أو غلط، يعني أنا دي مش جزئيتي طبعا، أنا بتعلم منكم، ولكن هي ممكن يكون بتفكيري أنا لا، هو مش هي دي الحكمة طبعا. هذا شيء منها، وهذا زاوية من الزوايا ومشهد من المشاهد. طبعا أكيد رؤيتكم صائبة، إلا أنه الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أراد الحق تبارك وتعالى له هذا الأمر وخصه به، خصه بأشياء كثيرة. نسأل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة من الزواج؟ طيب لما لم نسأل ما الحكمة من قيامه وتهجده بغير التهجد الذي نصليه نحن في ركعات خاصة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام خاصة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ الدلالة والشاهد، العودة لكتاب الشفاء، فنطلع إن شاء الله على أشياء كثيرة جدا. الحكمة ستجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم هنا تتجلى لنا أشياء عجيبة. يقولها الإمام الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، يقول نحن نحب لثلاثة أشياء، نحب للجمال، ونحب للكمال، ونحب للنوال. أما مقام الحب في الله هذا مقام عظيم، نسأل الله أن نصل إليه. أمين. أنك تحب لله، لا جمال ولا كمال ولا نوال، هذا النفس البشرية تعودت أن تحب الشيء الكامل، تحب الشيء الجميل، تحب الشيء الذي ممكن تأتي من وراه منفعة. هذه الأشياء الثلاثة، الأصول التي يعني يجتمع عليها الناس. لو نظرنا في قصة زواج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بدءا من السيدة خديجة إلى آخر زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه لرأينا الجمال
في هذه العلاقات، ولرأينا الكمال في هذه العلاقات، ولرأينا أيضا النوال، الدروس المستفادة. طيب كيف نرى كمال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إليك أن تعيش هذا الموقف. والفقير عادة أتكلم وأقول لا نتخيل، لا نقول تخيل أنت مع سيدنا النبي، فيش حاجة اسمها تخيل مع سيدنا النبي. إحنا عايشين واقع الله سبحانه وتعالى يقول وعلم أن فيكم رسول الله. نحن نعيش حياة سيدنا النبي، لا نعيش زمان سيدنا النبي، فلا نعيش الخيال. صحيح. لأن الخيال هذا ممكن يدخلنا في مساحات ثانية، لكننا تعودنا وأخذنا بالمحجة البيضاء بالقرآن وبالسنة أننا نعيش واقعه، واقع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ممكن نعيشه اليوم جنابك الكريم مع الزوج، كل إنسان مع زوجته، مع خطيبته، كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه التجارب، وإن يعني في الإعلان الحلقة اليوم ذكروا بعض الأشياء، أنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من مسيحية وتزوج من يهودية، وتزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقدم للخطبة، والمرأة يعني رفضت خطبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أحداث. إلا أننا نصحح هذه النقاط. زواجه من اليهودية هي في النسب وأصولها، إلا أنها مسلمة. وكذلك في القبطية، لكن هي ما كانتش يهودية، ده كان نسبها، نسبها يهودي، يعني هي من بني النضير، من يهود المدينة المنورة، هي يهود يثرب. الحبيب صلى الله عليه وسلم لما حصلت قصة السيدة ماريا، سيدة ماريا تسمى القبطية، وفي التاريخ يقولون قبط مصر، أي أهل مصر، مش معنى ذلك أنه مسيحي مصر، لا، المسلم والمسيحي أو أي ديانة أخرى، لكنه يسكن هذه البقعة من الأرض، هو يسمى قبطي. فهي كانت قبطية لأنها مصرية، فلم ليست لأنها مسيحية. تمام. بعد ذلك لما جاءت للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسلمت، فالحبيب صلى الله عليه وسلم دخل بها وأنجبت له سيدنا إبراهيم. اختلف العلماء هل هي زوجته من أمهات المؤمنين أم أنها من السراري، أي أنها هي أم ولد، أن هي من ملك اليمين للحبيب. لأن سيدنا النبي الآن لو حطينا في الأسماء التي ذكرتموها وتشرفنا بسماعها 12 زوجة، أيوه. إلا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم 11 فقط، ومات الحبيب المصطفى عن 9 نسوة. كنا في عهد الحبيب 2 فقط ماتوا في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مثل هذه التفاصيل وغيرها كثيرة جدا، أنا أريد استطرت في كل هذه التفاصيل في هذا السؤال، ربما يكون لكم في الإعداد أشياء أخرى. لكن الحكمة من زواج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذه الكوكبة من السيدات حكم عظيمة جدا، نجد فيها الكمال، ونجد فيها الجمال، ونجد فيها بإذن الله تبارك وتعالى النوال، ونجد فيها كل شيء جميل. أكيد. نعم. طيب لو بنتكلم، حضرتك قلت جملة جميلة جدا، وفكرة أن احنا لازم نعيش الواقع. احنا بنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احنا مش عايشين في نفس الوقت أو الزمن اللي هو كان عايش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن دايما الناس يقول لك لازم تعملوا زي الرسول عليه الصلاة والسلام. مو تمام، بس يعني الراجل ما هو هوش نبي ولا هو رسول ولا هو بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنحاول نقرب الصورة عشان نمشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيك جوابا من قاب قوسين أو أدنى لك وللجمهور الكريم. تفضل. طبعا نحن نريد أن نعيش حياة سيدنا النبي، لا نريد أن نعيش زمان سيدنا النبي. صحيح. هذه يعني مهمة. صحيح. نعيش الحياة للزمان، لأن أن لنا أن نصل إلى زمانه صلى الله عليه وسلم، عاش في زمان ونحن نعيش في زمان آخر. صحيح. لكن يمكن أننا نعيش حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحياة واقع ليست خيال. فلأجل ذلك نقول نحن نعيش واقع سيدنا النبي، أي حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعيش زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. طب لو حبينا نعيش حياة سيدنا النبي عليه اللهم الصلاة والسلام عليه. نعمل إيه؟ نصلي عليه. عليها أفضل الصلاة والسلام. سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أستغرب، يعني لا أستغرب، يعني مش عارف، مش السؤال يدخلنا في دوامة. كثير منا يعيش حياة سيدنا النبي، زي وكثير منا يرى أنه هو أنتوا لسه عايشين في العالم ده، ده العالم وصلوا للقمر وأنتوا لسه قاعدين تتوضوا تتعلموا. عندنا إشكالية بسيطة، تعلمنا الأحكام قبل أن نتعلم شمائل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. نعرف الحلال والحرام، يجوز أو لا يجوز، بس اللي قال الكلام ده مين؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم شكله كان عامل إزاي؟ كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يشرب صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان لا يطوي عن الناس بشرة؟ كان دائما شديد الابتسامة. أنت اليوم ما شاء الله تجلسي عبر هذه القناة المباركة، ملايين يروك وتبتسمي، وأنت ما شاء الله تحصدي ما شاء الله من الحسنات، وهي من كلامه ومن شمائله ومن سيرته ومن سنته صلى الله عليه وسلم. كيف نعيش حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على السيرة؟ قراءة السيرة وقراءة الخصائص النبوية وقراءة الشمائل النبوية وقراءة التعريف بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. كل واحد مننا يسطر ويكتب كتاب الشفاء للقاضي عياض، مهم جدا، لا يخلو منه يعني إنسان محب.
لسيدنا النبي يتطلع في جناب الحبيب صلى الله وصحبه وسلم كيف يعيش حياة المصطفى. اقرأ وتعلم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مبسط كل إنسان ممكن أنه يقرأه. غير ذلك لو أردنا أن نتكلم اليوم في خصائصه، تعلم أن سيدنا النبي ما كانش له ظل، ما كانش له ظل، يعني الآن لو رفعت يدي هكذا ظل الإضاءة. طبعاً. سيدنا النبي لم يكن له ظل. كيف لم يكن له ظل؟ البعض يرى أن هذا الكلام صحيح وبعضهم يقول هذه مبالغات. لا، ليست مبالغة، في خصوصية لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعاً. كيف كان؟ كان يمشي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتحلقون من حوله. سيدنا أبو بكر يقول تارة أمشي عن يمينه وتارة عن يمينه الأخرى. في الأدب ما يقولش يسار ولا شماله، يمينه الأخرى. طيب، وتارة من أمامه وتارة من خلفه. فليه يا سيدنا أبو بكر؟ العلماء قالوا لأمرين، كان يحميه من اليمين ومن يمينه الأخرى، من أمامه من خلفه. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا ظهري للملائكة الروحانية، وبعضهم يقول أنهم كانوا لا يمشون بجانبه مباشرة حتى لا تطأ أقدامهم ظل رسول الله، ولم يكن له ظل، فاحتاروا أين ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصائص لهذا الحبيب. طبعاً. اليوم إحنا في الحر، وإذا كان أطفأ التكييف الدبانة بتيجي مباشرة. الذباب، وما سمي الذباب ذبابا إلا أنه كلما ذب آب، يعني بمعنى كلما ذببناه وكلما طردناه رجع إلينا من جديد. الذباب. سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يسقط عليه الذباب قط، عمرها ما في ذبابة وقفت على جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. عجيب. هذه من خصوصيات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة؟ الله جمله بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عرق في جبينه يدر، كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة في هذا العرق يعرفوا أن النبي يغضب. يغضب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طيب، كان يمزح؟ نعم يمزح، ولكن بشرط، ولا يقول إلا حقا، يحبه الله تعالى ويرضاه. كان حتى في مزاحه صلى الله عليه وسلم يحاول أنه يأخذ الكلمة من الناس ويردها عليهم من باب الملاطفة، وهذه كانت في حياته الزوجية، وكانت مع أصحابه، وكانت مع عموم الناس، كتلك العجوز التي جاءت يا رسول الله أدخل الجنة، قال لا تدخلي الجنة. بكت يا رسول الله كيف؟ فقال أما علمت أن العجائز لا يدخلون الجنة؟ أنت عجوز كبيرة ما تدخلين الجنة. كيف يا رسول الله؟ قال يعيدك الله سبحانه وتعالى بكر وبنت صغيرة تدخل الجنة بإذن الله. نعم. فمثل هذه الأشياء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع سيدنا الإمام علي، فسيدنا الإمام سيدنا النبي يأكل التمر ويأخذ النوى ويضعها أمام علي. فعندما أكلوا فقال يا علي أنت ما أبقيت شيء، أكلت لي في الصحن كل النوى أمامك. فقال رسول الله أنا أكله وأترك النوى، أما أنت أكل النوى بالكامل يعني. فمن باب الملاطفة والمزاح كان صلى الله عليه وسلم هذه الشمائل. فما سمعنا أنه كان دائما عبوسا قمطريرة، أو أنه الدين تكشير، أو أنه كان عندما يرى المرأة وكأنه رأى شيطان، أعوذ بالله، أبدا ما كان هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه له خصوصيات كثيرة جدا. في الاطلاع على مثل هذه الكتب وقراءة مثل هذه وحضور مثل هذه المجالس نستفيد ونتعلق بجنابه صلى الله عليه وسلم، فنصل إلى ذلك المقام الذي وصل إليه الكثير. قالوا لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. وهذا مو بس عايش حياة سيدنا النبي، هذا مع سيدنا النبي دائما. كيف يحصل له هذا الحضور القلبي؟ يحصل له بكثرة الصلاة عليه، بقراءة سيرته، باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ثم بخدمة أمته. اليوم لما تخدم حد ثق وتأكد أنك ستكون في معية رسول الله، وتتحلى بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا بنقول أنه طبعا مهم أن احنا نقرأ، لأننا لو ما قريناش عمرنا ما هنعرف، لكن احنا بنحاول من خلال البرنامج ومن خلال وجود حضرتك معنا وحضرتك منورنا اننا نقول بعض الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الكتب دي. اللي بيقرأ ساعات يقولك انا ما اقدرش اتحط في المواقف دي، وما هو اصل ده الرسول عليه الصلاة والسلام، وانا مش زي الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن انا حطينا سؤال الحلقة النهاردة، لو زوجتك كسرت الطبق قدامك من غيرتها عليك زي ما السيدة عائشة عملت، هيكون رد فعلك ايه؟ في رجالة كتير جدا هتقولك ما تقدرش تعمل كده، يوم لما تعمل كده انا هروحها بيت اهلها، يوم لما تعمل كده هتكون اتطلقت قبل ما تعمل. طيب. الموقف كلام طيب. ازاي احنا بقى نبقى زي الرسول عليه الصلاة والسلام ونتحلى بالصبر وبالهدوء الشديد جدا ونقدر نبقى بنتعامل زيه؟ خلينا ناخد التليفون استاذن حضرتك ونجاوب على السؤال. ناخد سندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. معلش من فضلك يا حبيبتي بس اسال سؤال. الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج السيده عائشه وهي عندها 9 سنين فعلا، يعني كان زواج 9 سنين، وايه المبرر من صغر السن ده؟ ايه الحكمه اللي المفروض توصل لنا من صغر السن ده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه في قصه تعدد الزوجات، هل
موافقتي على الزواج الآخر دي علاقة بصحة العقد الآخر أو لأ؟ يعني لو أنا ما وافقتش العقد مش صحيح. سؤالي الثاني، هل لو أنا لم يعني ما عرفتش يعني زوجي ما عرفش، هل الزواج يبقى صحيح ولا لا؟ او هل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان يخبر زوجاته بزيجاته التاليه ولا ما كانش بيبقى في اعلان؟ ما كانوش بيعرفوا. طيب حاضر حاضر، تابعينا يا سندس. اتفضل فضيله الشيخ. نجاوب على الأستاذة سندس. نجاوب هلا. ما شاء الله. اولا سنتعرض لسيرة السيدة خديجة، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. السيدة عائشة، أنا لربما لو هي تأخذ معي بس ورقة وقلم وتسجل معي أرقام معينة. سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعض العلماء يقولون أنه تزوج السيدة عائشة 9 سنوات، وبعضهم قال 12، وبعضهم قال 17. تمام. لما نشوف المسألة شوية بتقريب، السيدة عائشة تزوجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في المدينة المنورة. سيدنا النبي كم كان عمره لما هاجر؟ كان عمره 50 سنة، 53 سنة بالضبط، يعني لأنه عاش 40 سنة قبل الوحي، ثم 13 عاما عاشها في مكة المكرمة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 أعوام، بهذا 63 عام عمر النبي. تمام. لما هاجر كلهم العلماء أجمعوا على أنه دخل بها في المدينة المنورة. طيب متى كانت الهجرة؟ لما كان عمره 53 عام. لما توفي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كان عمر السيدة عائشة 27. كان عمرها كم؟ 27. إذن تزوجها قبل 10 سنوات، كم كان عمرها؟ 17 عاما، وهذا هو القول الراجع عند أهل العلم بإذن الله تعالى. الأقوال الثانية أنها 9 واختلفوا فيها، هذه من الأشياء التي تثار حتى نشوش على الناس ونشوش الشخصية النبوية صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أنه بعضهم يقول 6 سنوات؟ من يتزوج 6 سنوات؟ رغم أن الموضوع حضرتك يعني هي الموضوع كانت حسبة. نعم. لو اتحسبت صح ما كانش هيحصل كل البلبلة اللي الناس فيها دي هي كانت 9 سنين وكانت صغيرة وكانت بتلعب بالعروسة بتاعتها. نحن نحكم على الأمر، حكمنا أنه كيف أعطي المبرر. يعني الأستاذة سندس تقول أعطني المبرر، ما في مبرر. هو تزوج عمره 17 سنة، في مبرر ل 17 عام؟ لا، والنهاردة في ناس بتتجوز أصغر من 17 وبيتجوزوا. سمعنا عن ذلك، فالمسألة لا، ما هي تحتاج مبرر، ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من يبرر أفعاله كالفقير أبدا، حاشا. لكن هي بس دراسة وكتب موجودة وتاريخ موثق، وليس معنى ذلك أننا نتهرب من الإجابة، بالعكس والمراجع موجودة، اقرأوا ستجدوا مثل هذه الكلمات. إلا أنه زي ما يأتي إنسان يقول ويل للمصلين، يبدأ يتكلم في ويل للمصلين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول طيب خلاص لما نسكر مش حنقرب الصلاة. يعني هو كأنه يجيز شرب الخمر. لا طبعا، المسألة ما هيش لعب بالألفاظ، ولا لوي أعناق الآيات والأحاديث حتى نصل إلى مراد معين. صحيح. السؤال الثاني التي ذكرته أنه هل يجوز للمرأة الرجل لابد أن يأتي بموافقة الزوجة الأولى؟ الجواب طبعا هو معلوم، ولكني أحجم وأقف احتراما وإجلالا لدار الإفتاء المصرية، وأقف احتراما لمشيخة الأزهر الشريف وإلى وزارة الأوقاف، فهناك علماء أجل فضلاء هم الموكلون إن شاء الله بالفتوى في هذه البلاد المباركة. إن شاء الله في ضيوفكم أنتم كلهم مفتيين، والجواب بسيط وسلس وميسر عندهم، إن شاء الله يجيبوكم على هذه المسألة، وليس هذا هروبا، إنما هو وقوف وأدب مع هذه المؤسسات العلمية الشرعية في هذه البلد المباركة. ربنا يزيدك يا فضيلة الشيخ. ناخذ أستاذ كارم. أستاذ كارم، سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. انا كنت عايز بس اكلم فضيله الشيخ اساله على حاجه بعدين. اتفضل مع حضرتك. مرحبا ازيك يا شيخنا. يا مرحبا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك بس، انا دلوقتي انا يعني بحب واحده اكبر مني في السن ب 12 سنه ما شاء الله. تمام. نعم. فانا في البيت عندي معترضين جدا على الموضوع. انا يعني بقول لهم ايام سيدنا محمد يعني الموضوع ده كان عادي. نعم. فانت ايه راي حضرتك في الموضوع؟ معلش. رعاك الله حبيبي واخي، والمساله تواصي ليست فتوى. انت تسالني عن رايي الشخصي ام عن الدين بيقولوا ايه؟ زي ما بنسمع دايما الدين بيقول ايه، هذه خاصه بالمفتيين، ان شاء الله يفتوك في هذه المساله. لكن
في سيرته صلى الله عليه وسلم تزوج من هي أكبر منه ومن هي أصغر منه، لكن أكيد حنانة الأم وحنانة الأب عايزينك تاخد واحدة من سنك أو أصغر شوية عشان تعيش معها أكثر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بكر تداعبها وتداعبك، أي بمعنى أنها تكون صغيرة في السن تعيش معها، لأن هي تبلغ وتكبر في السن أكثر أسرع منك يعني، إلا أنه نفس التايم ونفس الوقت اللي تعيشوه، ولكن هي سبحان الله يتقدم بها معايير العمر تبان على المرأة أكثر من الرجل في 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 سرعة سريعة يعني. فهم لربما يخافون عليك من هذا الأمر، فتفقد أنك ما تستطيع أنها تنجب أو ما يشوفوا أولادك وأحفادهم، فمن باب الحنان فقط خذ الأمر بأنهم بيحنوا عليك بس مش أكثر، مش معاندة. لكن إذا كان الأمر وقع كما وقع الأمر في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أي تمكن حبها من قلبك فلا تستطيع أنك يعني تفارقها، ففوض الأمر لله سبحانه وتعالى، واسأل الله عز وجل أن يحنن قلب الوالد والوالدة حتى يوافقوا إن شاء الله، وتعيش إن شاء الله أسرة هنية تعزمنا على الفرح إن شاء الله. استأذن حضرتك نروح فاصل ونكمل إن شاء الله، مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية، معنا النهاردة فضيلة الشيخ أحمد الطلحي، أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ كانت بتسأل سندس متصلة معنا على فكرة الجواز، لو هو اتجوز من غير ما هي تعلم من غير ما هي تعرف هو كده يبقى جوازه صحيح ولا مش صحيح، ولو هي رافضة الجواز فينفع أنه يتجوز ولا ما ينفعش أنه يتجوز؟ إن شاء الله يعني أهل الفتوى يجيبوها على ذلك برضو. نعم. طيب ماشي. نعم. نرجع بقى لموضوع حلقتنا وسؤالنا الأساسي اللي احنا طرحناه، وفكرة انه الزوج اللي لا مش هيتقبل فكرة انها تقلب الطبق عليه او تكسر الطبق او تتنرفز او تتعصب او صوتها حتى يعلى حتى لو كان من الغيرة. احنا في بداية الكلام كنا تكلمنا من منطلق كلام سيدنا الامام الغزالي صاحب الاحياء، قال سيدنا النبي احنا بنحبه عشان ثلاث اشياء، جمال وكمال ونوال، يعني هو الكامل صلى الله عليه وسلم والمقابل النقص. يعني احنا الناقصين، فلازم نشوف الكمال في سيدنا النبي عشان نتأسى به. فما نحطش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كفة وعالم وإحنا أن لنا أن نصل. إحنا مطالبين أن نعمل بما يقول وبما يأمر به صلى الله عليه وسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص اختار سيدنا النبي، أمر سيدنا النبي، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي نقص أراه في لابد أن أرى الكمال في الحبيب صلى الله عليه وسلم فأتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه. فلو نظرنا في هذا الموقف نعيش هذا المشهد مع بعض، الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته، وكان ذلك اليوم يوم السيدة عائشة، فجلس سيدنا صلى الله عليه وسلم، فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غفلة، ضيوف مفاجئين يعني، فقرعوا الباب على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا. أولا عايزين نعرف حجرة سيدنا النبي هي شكلها عامل إزاي. حجرة صغيرة فيها مكان للمبيت للمنامة ومكان للأكل وفناء صغير، يعني جنينة برة، مش جنينة هي بس مساحة كده ما فيهاش سقف، فبيجلسوا فيها أو بمكان يناموا فيه، والمكان الذي يعني يكون فيه الأكل أو الشرب. يعني السيدة عائشة لو تحركت من الفناء أو من المطبخ للباب شافوها. تمام، فما فيش حجر كثيرة، يعني حجرة السيدة عائشة. فلما كانت هي تجهز الطعام، علما أنهم جاءوا صدفة من دون موعد مسبق، ما في خبر أنه في ضيوف عندنا اليوم، فهي يعني حاولت أنها تستدرك الموقف تجهز أي شيء لضيوف سيدنا النبي زي ما احنا بنعمل في بيوتنا، أمر طبيعي، سيدة زوجة كريمة ما عندها زوجها وعنده ضيوف حابة أنها تقدم شيء، لابد أنها تكرمه. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيوتات أمهات المؤمنين، حجرات الأمهات المؤمنين بجوار بعض، ساكنين كلهم في حتة واحدة في إريا واحدة كده. فالسيدة حفصة سمعت، وقيل السيدة أم سلمة وقيل السيدة صفية، على اختلاف من التي يعني بعثت. إحدى أمهات المؤمنين بلغها الخبر أنه سيدنا النبي جاله ضيوف صدفة وما فيش معاد مسبق، فما كان منها إلا أنا جاءت حبت أن هي تساعد تبادر. فبعت الطبق مع الخادم، روح خد السيدة عائشة تقدمه للأضياف. فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم جالس يتكلم مع الصحابة الذين هم ضيوف، فجاء الرسول اللي هو المبعوث ده
أمام حجر السيدة عائشة فينادي يا رسول الله، فكشف الحبيب صلى الله عليه وسلم الباب فوجد أن ذلك الرجل جاء ومعه ذلك الطبق. فالسيدة عائشة سمعت، لأنه قلنا البيت صغير، فيقول هذه أم المؤمنين بعثت لكم بهذا الطعام، فاشتطت غضبا وغيرة، حق لها أن تغار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نغار عليه من الهوى ومن الشمس، لأننا نتبارك بالشمس والهوى والقمر، لأنها شافها سيدنا النبي، شافت سيدنا النبي فبنبص عليهم من باب لهم صلة بسيدنا النبي. فلما سمعت يعني حست أنه إزاي أنا مش ست بيت مثلا، أو مش عارفة أني أقدر ضيوف سيدنا النبي، فمباشرة خرجت مسرعة من حجرتها إلى الطبق الذي هو في إناء في يد الرجل، فلما وصلت إليه فحاولت أن تسبق قبل أن يستلمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فضربته بيدها، ضربت الطبق للرجل، ها ماسك الطبق كده، فهي ضربت الطبق، فوقع الطبق طبعا. وقع الطبق على الأرض وانفلق نصفين وتبعثر ما فيه من الطعام. دلوقتي حنقول للمخرج عملنا ستوب كده، تعمل ستوب يا ونشوف المشهد مع بعض وحنحط معايير. المعيار الأول، طب قبل ما نقول المعيار الاول استاذنك، واحنا اهو بنعمل عشان نشوق الناس، ناخد بس التليفون. مش اعلان ولا دعايه اعلان لينا احنا. يا مرحبا، معانا مين؟ الو الو، استاذ عبد الله. ايوه اتفضل يا فندم، اهلا بيك. النبي انا عايز يعني هو عباره عن سؤال للشيخ. اتفضل. ان الحضره المحمديه صلى الله عليه وسلم السلام. هو نور على نور صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام، أما الاقتداء به فليس كما اقتداء بمثل حضرة النبي، ولكن على قدر طاقة الإنسان، لأن حضرة النبي هو سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه. أما الاقتداء بالحضرة المحمدية لابد أن يكون في الأقوال أولا، لأن الكلمة أمانة مسؤول عنها الإنسان يوم القيامة. وشكرا وجزاكم الله كل خير. نشكر حضرتك على اتصالك يا فندم، نورتنا. احسنتم جزاكم الله خير، هذه اضافه يعني جزا الله عنا الف خير. امين يا رب. فاوقف المخرج المشهد ونحن يعني نشاهد بمعايير الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم موجود، وزوجته كسرت الاناء الطبق وتبعثر ما فيه من الطعام على الارض، وفي وجود مجموعه من الصحابه رجال موجودين، والموقف امامهم صحابه وضيوف، وإن كانت هي أمهم إلا أنهم هم ضيوفها في البيت. الحبيب صلى الله عليه وسلم سيتكلم من ثلاث منطلقات، سيتكلم من باب الكتاب والسنة. طيب هذه نعمة تبعثرت على الأرض، صح؟ إن كنت لسه هقول لا يصح لا يجوز. طيب هذا صاحب السنة والكتاب عليه نزل، ننظر ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم. سيتكلم باسم الدين، أولا أنت أحرجتيني أمام الضيوف، وأنا سيد هذه الأمة، وأنا نبي الإسلام. المعايير التي في الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. ثم بعد ذلك من باب السنة، إن هذا حرام الذي تفعلونه، وهذا هدر، وهذا لا يليق، وهذا كفران بنعمة الله سبحانه وتعالى. الكلام الذي نسمعه هذا إذا كان في جانب الدين، ها طيب نضعه هكذا جانبا، نشوف شخصيات الرجال عندنا في هذا الزمان لو حصل هذا الموقف ما الذي يحصل، هيقولوا إيه؟ لو هو إنسان حكيم هيقولها دلوقتي في ضيوف بس يمشوا نتفاهم بعدين، دي الطبيعة الإنسان الشخصية اللي ممكن نقول الكلام ده. المعيار الثاني، المعيار الثالث، الحبيب صلى الله عليه وسلم ينضبط بأخلاق وهو صاحب متمم مكارم الأخلاق. لو الشخص الذي مكانه غير صاحب خلق كان حيهينها عشان يرد كرامته لتبعثرت مع هذا الطعام أمام الأضياف. طبعا. إذن عندي ثلاث شخصيات، الحبيب سيختار أيها من هذه الثلاث، إذا كان كتاب وسنة شيخ يعني في مكانه سيفعل ذلك، لو إنسان حكيم ويعني شيك شوية حيفعل ذلك الأمر الثاني، الثالث لو كان إنسان ملوش علاقة بالأخلاق سيثور ثورته على هذه المرأة. الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك المشهد بص في الصحابة كده وابتسم. أول أمر فعله رسول الله تبسم عند وبرر الموقف، تبسم النبي. حملهم هم المسؤولية. شوفي عشان ما يشعروش انه في بعد بينهم وبين السيده عائشه او بينهم وبين امهات المؤمنين، فنظر اليهم صلى الله عليه وسلم. وفي الشمائل يقولون اذا نظر الحبيب المصطفى او التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت جميعا، فالتفت بكله الى اصحابه وابتسم والتمس لها العذر، ها قبل ان تتكلم. هنا معاني في الفتوه، يعني انك انت التمس لك العذر قبل ان تعتذر مني طبعا، وانت الان لا زلت في الموقف لا يزال ساخن.
فالحبيب صلى الله عليه وسلم نظر في أصحابه وابتسم وقال: غارت أمكم. أمكم مش زوجتي. ما قالش غارت بنت الصديق ولا غارت زوجة النبي، غارت أمكم. فالتمس لها العذر مباشرة صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول. ثم بعد ذلك نظر فيها وقال: يا عائشة إلي بطبق. اذهبي إلي بطبق، هاتي طبق، هاتي صحن. فجابت صحن فلملم النعمة التي بعثرت على الأرض ووضعها في الصحن. فقال: ماذا هيأت من الطعام؟ فقالت: رسول الله في طعام ثاني. طبعا هي خلاص الآن في موقف صعب. طب هي كان 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 رد الفعل في موقف زي ده من السيدة عائشة كان إيه؟ بعد ما انفلق الإناء نصفين سكتت. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم. تلاحظ ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت عايشة معي الموقف؟ طبعا جدا. فلما طلب: أنت كنت جهزي الطعام؟ قالت: نعم، إلي بالطعام الذي جهزتيه. التمس لها العذر، أقام بعد ذلك الحق، ثم بعد ذلك أقام العدل. أخذ منها الطعام الذي أعدته مع الطبق بتاعها مع الأكل اللي هو لا مش اللي هو أخذه من الأرض. اللي أخذه من الأرض أعطاه لعائشة. خذي هذا الطعام، أنت بعثرتيه، وإلي بالطعام الذي أعددته للضيوف. فجاءت بالطعام الذي أعد للضيوف مع طبق جديد عندها من مطبخها، فأعطاه للرجل الذي كسر من يديه الطبق. وقال: أعده لأم المؤمنين وقل لها: طبق بطبق وطعام بطعام. يعني التمس لها العذر، ثم بعد ذلك أقام الحق، ثم بعد ذلك أقام العدل والمساواة بينها وحل الموقف بابتسامة لم يتعند ولم وبهدوء يتعصب شديد جدا. الكل أصبحت مدرسة. هذا الموقف لنا اليوم رسالة لي ولكل من يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحصل معك من المواقف ابتسم في هذه الثانية الأولى بس، مجرد هذه الابتسامة. علماء التنمية يقولون: يلا تمتص الغضب، احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة كده يقولوا عليه أفضل الصلاة والسلام، في حاجة يقولوا عليه كده فن التعامل. نعم. ولما نقول نتعلم الاتيكيت ونتعلم فن التعامل ونتعلم الحب ونتعلم المودة والرحمة والحكمة، نتعلم من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ناس كتير جدا متخيلين انه رد الفعل العنيف هو ده اللي هيجيب بيحقه، أبداً. او الصوت العالي هو ده اللي هيجيب بيحقه، رغم انه زي ما حضرتك قلت انه الابتسامه البسيطه جدا والكلمه الواحده اللي ممكن تشمل معاني كثيره جدا هي ممكن تكون رد فعل اقوى بكتير جدا من الزعيق والعصبيه ومد الايد كمان عند بعض الناس. سيدنا صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سيرته ان الصوت المرتفع علامه على الحجه الضعيفه. صحيح. تمام؟ ده صحيح. الأمر الثاني، لما يكون اثنين قاعدين مع بعض صحاب حبايب بيتكلموا بطبيعة، لما بيكون أحدهم بيحب الثاني أكثر بيجي يسره في ودنه بكلمة. ليه؟ لأن القلوب قريبة من بعض. بس إذا القلوب تنافر ودها ممكن بينهم متر بس ده بيزعق وده بيزعق. صحيح. ليه؟ لأن القلوب تنافرت مش سامعين بعض. بس إذا تلاقت القلوب مباشرة ينحنوا على بعض بهمسة بسيطة تصل، أحيانا مش بكلمة، احيانا بلمعه، لمعه عين، احيانا باشاره، بيقول لك ده زي ما بنقول ان احنا كنا زمان نفهم بعض القريبين من بعض، مثلا لو الاب والام والاولاد يفهموا بعض بنظره العين. نعم. النهارده حتى نظره العين دي مش موجوده لانه حصل خلل برضو بين القلوب. فيرجع كله ببركه الصلاه على الحبيب الاعظم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الاقتداء بالجناب النبوي يكون باقواله وافعاله كما جزاه الله خير تفضل المتصل الكريم، لكن في خصوصيات كما ذكرنا احنا سيدنا النبي. يعني اليوم احد يقول لي انا حابب اني اعمل بما فعل سيدنا النبي فاتزوج 12 امراه، اقول له لا، هذه سنه حصلت فعلها وقالها صلى الله عليه وسلم. لا، العمل بالسنه في اقوال وفي افعال، هذه خاصة بالأمة، وفي أشياء خاصة بالجناب النبوي، هذه يعني أنت لا تطالب بها. دي حاجات خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني وبالمميزات الكتير جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي احنا صعب ان احنا نقدر نوصل لها. ولكن هي مش صعب، احنا اصلا ما ينفعش نوصل لها، مش مطالبين احنا نعملها. يعني دي حاجه خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام. لكن في حاجات تانية ان احنا نقدر نتعلم منها بعض المواقف، نتعلم الوفاء. سيدنا صلى الله عليه وسلم تزوج السيده خديجه، وكان حبه الشديد ووفاءه الشديد للسيده خديجه حتى كان يكرم اصحابها. شوفي، ما يدخل مكه، ما ياتي الى مكه الا من امام قبر خديجه، واذا نزل في مكه يبني خيمته عند قبر خديجه. لما كان الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم في المدينة المنورة يعني يتكلم مع أصحابه، فرأى امرأة كبيرة فوقف يعني خلع رداءه، كانت من أصحاب سيدة خديجة، قدمها وأعطاها وأغدق عليها. فسمعت عائشة: من هذه؟ فقالوا: هذه يعني كانت تأتي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيام خديجة، فأعطاها وأغدقت عليها من النعيم. فكان يكرم أصحابه. ليه؟ لأنها ذكرته بالمحبوبة. هو ما نسي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لكن
من العلامات أن هذا المخلوق أو هذا الإناء أو هذه الحادثة أو هذه الرائحة أو هذا المكان يذكرني بالمحبوب. فالوفاء في الحبيب صلى الله عليه وسلم كان حتى في أصحاب سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أبدا إذا كان مكة ما يدخل مكة إلا من جانب قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، وإذا أراد أن ينام في مكة لا ينام إلا بجانب خديجة، حتى في يوم الفتح، يوم الفتح فتح مكة ما كان إلا قدام خديجة، ولما حب أنه يذبح الهدي ذبح عند السيدة خديجة وفرقه على فقراء المسلمين. إذن في وفاء. ولما ذكرت السيدة عائشة قالت لا أبدلك الله خيرا منها، أنا بنت صغيرة وهي يعني هي حمراء الشدقين، فقال ما أبدلني الله خيرا منها. قال آوتني يوم يعني طردني الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس. وأحوال يعني الدرس الذي نأخذه نأخذه في الوفاء. صحيح صحيح. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك يمكن بدأت محتاجة حلقات كتير جدا نكملها مع بعض. نورتني بجد النهاردة يا فضيلة الشيخ. الله ينورتني ويا رب كل أيامك تبقى حلوة، مش بكرة بس هو اللي بقى أحلى. بشكرك جدا، بشكرك، بشكركم مشاهدينا، وأشوف حضراتكم على خير إن شاء الله. لو عشتوا كان لي عمري يوم الخميس الجاي الساعة 3 انتظرونا إن شاء الله، أشوفكم بألف خير. سلام عليكم.